السلام عليكم. مش عارف شكلي يخوف ولا لا، بس بوريكم الآن حاجة. مش عارف ليش الحيوان هذا خايف مني. ثواني بس يا زين. سمعته؟ سويت لك يا ابن الكافر. مشكلة كيوت كيوت والله كيوت، ولو دخلت يدي يعني بيعضني. مشكلة ايش؟ يخاف مني لو دخلت يهاجمني. shame on you shame on you easy sit down sit down. طبعا اصحاب الكلب لما يقولوا له sit down يجلس يجلس. Sit your ass down. That's an order. ما فيش. السلام عليكم.